عشان ليا منتظرك 30,000 سنة. تخيل 30,000 سنة حب، 30,000 سنة شوق. ضمنا لك تروحها وضمنا لك الرجوع إليها. أخيرا ربنا كتب لي إن أشوفك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحمد لله. في يوم واحد دخلت الجنة وشفتني. مش قادر أسد. لأنك حبيبي جاهز. مشتاق زي ما شفتني هنا هتلاقيني هناك بفتح لك الباب. هناك؟ أيوة. وانت لسه حي؟ تعال. الموضوع أكبر من خيالك. بكرة مع خيوط النهار الأولى هكون في طريق القصر الخليفة العباسي في بغداد. لازم يلزم حدوده. مولاي أنا سبق وحذرت من مغبة حدوث أمر زي كده. والله أنا أنظرته يرحل لأي مكان قبل ما أوصل ليه. وهو أرسل في طلب مهرة شهرين ولا يوم. مولاي سلطان الأرض ما بيرجعش بقرار خده. بكرة هكون في طريق البغداد. هتحرك على مهلي وهصطاد. هو هيكون محظوظ بحركتي البطيئة إني أدخل بغداد وما يكونش في قصره. والزم نفسك بالسفر معايا. احنا اصطادنا إيه وإحنا داخلين بغداد؟ غزلان كتير يا مولاي وحيوان عجيب الشكل. حيوان عجيب الشكل؟ حيوان صغير عجيب أكبر من القطط وأصغر من الغزال وليه قرون كتير يا مولاي. ده يكون طعمه إيه؟ مولاي يذوق ويقرر. وزيرنا سرحان في إيه؟ مولاي السلطان المكان ده يا مولاي حارب فيه كتير من الصحابة في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستشهد عدد كبير منهم هنا. يعني رمله غالي. خليني أتبارك بالرمل الغالي. هستأذن مولاي في التحرك. الله أكبر. الله أكبر. ادينا من خير ربك يا مولانا. زيد علينا من كرمك يا سيدنا. ربنا من عطاك يا مولانا. اتركوهم اتركوهم. مفيش حد على وش الارض دي يتقال لي لا. من عطاك الله يا مولانا. زيد علينا من خيرك يا سيدنا. كرم دينا سيدنا. كرم 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 كر
تعهدنا على تغييره. طبع الرجال صون العهود، لكن مفيش عهد للخونة، مفيش عهد للي أنكر الحق ونصر الظالم على المظلوم، مفيش عهد لنظام الملك. وقتل المارك اللي عين في ذلك اليوم من شهر رمضان بيد الفتى الفدائي المختار سعد بأمر منا. مولاي ولحق به إلى جهنم السلطان السلجوكي ملك شاه بسم وضع له من روحنا غيبا ولله الحمد.